اليوم المحكمة الاتحادية بدءا قانون المحكمة الاتحادية ما ينطي للمحكمة صلاحية الدخول في والخوض في الانتخابات، وهل الانتخابات صحيحة أو خطأ، أو هل شابها خرق أو عدم وجود خرق أو غيره. هذا الحق انطال قانون إلى الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، هي الوحيدة اللي إذا أكو خرق، إذا أكو فد موضوع معين، إذا أكو فد شابه ما شابه الانتخابات، يتم تقديم الطعن بالدليل، وبعد ما يتم مناقشته تنطي قرارها الهيئة المشرفة على الانتخابات، الهيئة القضائية. وبالمناسبة قرار الهيئة المشرفة على الانتخابات بات، يعني غير قابل للطعن، ما بي مجال أنه أحد يطعن بهذا القرار. هذا جانب. المحكمة الاتحادية ليش راحت إلى موضوع قبول الدعوة أو عدم قبولها والنظر فيها ومرافعات مرتين ثلاثة وأربعة إلى أن صدر القرار اللي كان متوقع من المتخصصين والقانونيين اللي درس القضية من مجاميعها؟ بدءا المحكمة الاتحادية وأي محكمة أخرى ممكن أن تقبل القضية، لا يمكن اليوم أي محكمة أن ما تقبل قضية معينة لأنه ممكن أنه سبق الفصل بالقرار مالتها. تقبل القضية وتسجل في المحكمة وتقدم الأدلة لها وتناقش، وبعدها المحكمة عندها اتجاهين، الاتجاه الأول شكلي والاتجاه الثاني موضوعي. شكليا مقبولة تقبلها شكليا، وبعدها تروح تنظر بالموضوع. أما إذا لقت أنه شكليا غير مقبولة فراح ترد القضية وتقول أنه ليس من صلاحيتي النظر فيها شكليا، وما تخوض بموضوع الموضوع ولا تدخل بتفاصيله. طيب ليش قبلتها من الأصل؟ هنا الملاحظة اللي نقولها، نقول أكثر المحاكم من خلال عملها ترفع أمامها القضية وتنظر بها، وبعدها بعد سلسلة تحقيقات، بعد سلسلة أمور معينة تقوم بها المحكمة عن طريق القاضي، يجد أنه هذه الدعوة غير مقبولة أو غير منظورة أمامها شكليا، وتردها شكليا بدون الخوض في تفاصيل الموضوع اللي تم رفعها فيها.